مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. قبل أشهر شاركت أسو فيديو على يوتيوب بعنوان أكبر مارشميلو بالعالم، حيث تفاجأت أسو من كمية الهجوم من طرف المتابعين على الفيديو بآخر فترة، واتهامها بتقليد آياتي اللي نزلت نفس فكرة الفيديو قبل يومين، فاختارت أسو الرد بكل احترام بهالستوريهات. البارحة واحدة من اليوتيوبرز المبدعين نزلت فيديو فكرت نفس فكرة فيديو أنا مسويته قبل 3 أشهر 90 يوم. حلو ماكو اشكال، كل صراحة هو الفيديو كله يعني أنا سويته شكل وهي سويته شكل، بس هي نفس الفكرة وعادي. هو منها اللي هي من البارحة واليوم تجي لي تعليقات على فيديو قبل 3 أشهر أنا نزلته. ركز شوية، 3 أشهر أنت قلدتيها زي أنا شلون قلدت. أمامو فلوغز وبعد وصوله لعشرة مليون مشترك على قناته الإنجليزية على يوتيوب، تلقى عدد كبير من الفيديوهات لتهنئته من طرف أكبر وأشهر اليوتيوبرز بالعالم، من بينهم KSI وفوسي تيوب وأنس مروى. ألف مبروك لمو فلوغز. ما ألف مبروك على 10 مليون، ما شاء الله عليك، تستاهل كل خير، وإن شاء الله هيك تحلق للسماء لأعلى شيء بالعالم يا رب. Hey Mo, what's up man, how you doing? Man's finally hit the 10 million subscriber club. How's it feel, bro? How's it feel to be up there with the greats? أما رغد فشاركت مجموعة من الستوريهات من المشفى، حيث عم بتعاني من حرارة جدا عالية وهبوط في السكر، وطلبت من متابعينها الدعاء لها. أطلب منكم كلكم الدعاء لرغد. أما نور ستاس فعم بتحضر لفيديو تقييم اليوتيوبرز، واللي سميته بفيديو المشاكل، حيث رح تقيم فيه عدد كبير من اليوتيوبرز، من بينهم نارين بيوتي، بيسان اسماعيل، أسو، رغدة، أبو فلة، مو فلوغز، وأنس وأصالة، وغيرهم كتير. شاركوني رأيكم ونسبة حماسكم لفيديو نور ستارز. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.